أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محدثكم الدكتور محمد أحمد غزال، سنتحدث اليوم في الفصل الثالث من مساق التسويق الإلكتروني. هذا الفصل سيتكلم عن الكتابة الرقمية التسويقية، والذي يتبع الفصل الثاني الذي تحدثنا فيه عن الخطط التسويقية وكيفية بناء الخطة التسويقية. مراجعة سريعة عن الفصل الثاني، تكلمنا انه احنا ما بنقدر نروح نكتب محتوى بدون ما يكون في عندي جوهر علامة تجارية، وهو الجملة التي ترافق العلامة التجارية التي سنتفق عليها مع اصحاب الاعمال، ومن ثم سينتج عن هذا الجوهر تحديد الجهات او تحديد الفئات المستهدفة. مثلا نقول والله العلامة التجارية موجهة للاطفال وللنساء وللرجال المتزوجين فقط، فسيكون لدينا ثلاثة فئات مستهدفة. لابد أن نحدد الفئات المستهدفة بعد عملية فحص وعملية تعريف أو عملية الاستطلاع أو استكشاف من هم المستهدفون في حملة هذه. في كل فئة من هذه الفئات لابد أن يكون مجموعة من الركائز ومجموعة من المحددات التي سنخاطب من خلالها المستهدفين. مثلا الأطفال نخاطبهم بمعاني قيمية أو بمعاني ذات مغزى ومؤثرة وتكون مؤثرة لهم، والنساء يكونوا مختلفين والرجال يكونوا إيش بركائز محتوى مختلفة. كل فئة لها ركائز محتوى مختلفة، وينبع من هذه الركائز أنواع متنوعة من المحتويات تحقق الرغبة أو تحقق الغاية والأهداف التسويقية. مثلا نقول إذا كانت أهدافنا التسويقية توعوية، يجب أن يكون لدينا مثلا براندد فيديو. إذا كان أهدافنا التسويقية الشراء او البيع، كيف نبيع مثلا، يكون شهادات حيه، او يكون مثلا الناس تتكلم عن المنتج، او ريفيو او مراجعات لناس شرت هذا المنتج او تجارب الاخرين نحو هذا المنتج. كل هذه الامور شرحناها في الفصل السابق، ويمكن ان تراجعوا الفصل وتراجعوا محتواه من خلال الرابط الذي سيكون في الديسكريبشن لهذا الفيديو. اما الان سنتحدث ما بعد هذا الامور، كيف لنا ان نكتب المحتوى التسويقي. الان عرفنا ان المحتوى التسويقي سيكون عباره عن فيديو او عباره عن انفوجرافيك او عباره عن مشاركات سوشيال ميديا. ما هو المضمون الذي سيكون داخل هذه المشاركات؟ هنا ستكون إجابتنا حتكون إنه كيفية كتابة الكتابة التسويقية للعملاء المستهدفين. تكلمنا في السابق العملاء المستهدفين هم الأساس في التفكير، وهم الأساس في استنباط الأفكار، وهم الأساس في الوصول للتأثير فيهم. إذا اليوم عرفت مين هم اللي أنا بخاطبهم، بقدر أخاطبهم. لذلك لابد إنه أنا فعلا أكتب وأتعلم كيف أكتب لهؤلاء الطلاب العملاء المستهدفين. ومن ثم ما هي خصائص وأنواع الكتابات؟ إن الكتابات متنوعة، منها الطويل ومنها القصير. الكتابات الطويلة بنتكلم المقالات، النشرات الإخبارية، بنتكلم الإعلانات بشكلها العام، الأنواع المختلفة أو الأنواع الأخرى من الكتابات. بنتكلم الكتابات القصيرة، منها الكول تو أكشن، الهدف اللي إحنا بدنا نخلي الناس تحققه، منها السبجكت لاين، هو العنوان اللي أنا فعلا بدي أتعب في إيش في كتابته حتى أصل لإني أنقل الناس من حالة المشاهد أو المستمع أو القارئ أو المتصفح إلى حالة القارئ الحقيقي. ومن ثم سننتقل إلى أفضل الممارسات والإرشادات والتوجيهات التي سنتكلم فيها حتى نوصل القارئ أو نوصل الكاتب إلى أنه يكتب كتابة رقمية تسويقية مؤثرة. وهذه الكتابة الرقمية المؤثرة ستجعل المستمع أو عفوا ستجعل القارئ يتخذ القرار الشرائي أو يتخذ القرار التسويقي اللي احنا بدنا إياه. وهنا بعد الإرشادات والتوجيهات سيكون لدينا مجموعة من الأمثلة سنناقشها. طيب، أول شيء حندخل في موضوع الطريقة الأولى، كيفية كتابة المحتوى التسويقي للجمهور المستهدف. يجب أن نعرف من هو الجمهور المستهدف. تكلمنا في السابق في عندي طريقة البيرسونا، إن أنا من خلالها أتعرف على كل فرد من أفراد المستهدفين، لأتعرف إيش اهتماماته، أتعرف إيش المنصات اللي بيستخدمها، أتعرف الخبرات في التكنولوجيا، أتعرف لغته، أتعرف ثقافته، أتعرف ديانته. كثير من الكاركترستكس أو من الخصائص يجب أن نتعرف عليها حتى نصل لهؤلاء الناس ونؤثر فيهم. يجب أن نعرف من هم الجمهور المستهدف. هم بالكاتيجوري الكبير أو بالتصنيف العام بشكل عام. طيب، ما هي الأحداث التي نود أن نجعلهم يتخذوها؟ اليوم أنا بتكلم قاعد الأحداث مرتبطة مع مين؟ مرتبطة مع
الاهداف التسويقيه. اذا كانت الحمله عندي حمله توعويه بده يكون احداث تابعني، احداث سجل اعجابك في الصفحه مثلا، لابد ان يكون انا احدد بالضبط مين هم الجمهور المستهدف وما هي الاحداث اللي انا بدي فعلا هم يتخذوها او يساعدوني في انجاح الحمله تبعتي. طيب الان عشان انا اخليهم يتخذوا القرار او يعملوا حدث معين انا بطلبه، يجب ان يكون هناك معلومات متوفره يحتاجها هذا الجمهور حتى يشعر انه في قيمه خلف هذا القرار. انه ما يكون في قرار والله اقول له سجل اعجابك بدون ما يكون في مضمون، هذا المضمون انا اخاطبه فيه باحتياجه، واخاطب هذا القارئ والمتصفح بما يحب، حتى بعد ما اني اخاطبه بالمحتوى اللي بيحبه واللي بيرغبه، بعد هيك اقول له والله نفذ الحدث، سجل اعجابك، اشتري المنتج، نزل التطبيق. هذه كلها احداث لابد أن يكون في عندي اقناع من خلال محتوى موجود ومؤثر يثق فيه القارئ، وحتى حتى يستمع الي وينفذ الاحداث المطلوبه. طيب في هنا طريقة موجودة، وهذا لما بنقول طريقة بنقول طريقة هذه يجب أن تتبع، نتكلم منهجية يجب أن تتبع. إذا اتبعناها بنصل للتأثير، وبنصل إنه إحنا بنكتب محتوى تسويقي. في عندي مجموعة أسئلة، عندي خمس أسئلة، إذا أجيبت على الخمس أسئلة في أي رسالة تسويقية أنا حققت الغرض التسويقي منها، أنا كنت بكتب كتابة تسويقية. أول سؤال، لمن تكتب المحتوى؟ أنا بدي أكتب محتوى الآن، ما بكتب محتوى بدون ما أكون عارف مين الجمهور اللي أنا بكتب له. بكتب محتوى مثلا للأطفال، بكتب محتوى للآباء، بكتب محتوى للأمهات. طب مين هم الأمهات؟ كل ما تعمقت أكثر في تحديد الفئة المستهدفة اللي أنا بكتب لها، كل ما كانت رسالتي مؤثرة. طيب تعرفنا على من، أو تعرفنا على لمن نكتب الرسالة، أصبح تعرفنا على الجمهور المستهدف. السؤال الآخر، ما هي الرسالة الرئيسية التي نريد أن نوصلها؟ ما بدنا نعمل أكثر من رسالة ولا نعمل رسالتين حتى ما تدخل الأمور في بعضها البعض، بل بالعكس نركز على رسالة واحدة، وهذه الرسالة تكون هي الرسالة الرئيسية اللي أنا بدي أخاطب فيها الجمهور. أقول للجمهور اشتري، أقول للجمهور تابعني، أقول للجمهور مثلا تعلم. إيش الرسالة المضمون اللي أنا بدي أوصله للجمهور، سواء مضمون توعوي، مضمون تعليمي، مضمون بيع أو شراء أو ما إلى ذلك. طيب الآن السؤال الثالث، أين ستتم عملية نشر الرسالة؟ اليوم المكان اللي سيقرأ فيه الرسالة هو عبارة عن السوشيال ميديا، أو عبارة عن الفيسبوك أو تويتر أو إنستغرام. يجب أن نعرف بالضبط أين سيكون هذا الجمهور، أو أين سيكون هذا المحتوى اللي أنا فعلا أنا بدي أخاطب فيه جمهوري. لازم أن أنا أحدد المكان اللي أنا بدي أخاطب من خلاله جمهوري، سواء كان مكان ممكن يكون والله تلفزيون، ممكن يكون والله السوشيال ميديا، ممكن يكون إيميل، ممكن يكون هذا كله يجب أن يحدد حتى يكون في عندي بكل وسيلة لها مضمون مختلف عن المضمون الآخر. ما بيكون إن أنا بتخاطب الجمهور في اليوتيوب وأروح أنا أتكلم في نص، لا. إذا تعرفت أو عرفت إن الجمهور اللي أنا أخاطبه هو عبارة عن جمهور موجود ومتاح على اليوتيوب، لا، بضطر إن أنا أنقل رسالتي عبر الفيديو. طيب السؤال الرابع، متى أنسب وقت لنشر الرسالة؟ أنا الآن سأنشر الرسالة في وقت بتكلم قاعد، وقت من الساعة 8 إلى 9، ولا وقت حدث معين أربط الرسالة بحدث معين حتى أو أربط الرسالة مثلا بتاريخ معين. يجب أن نحدد الزمن، سواء بتكلم زمن مربوط بحدث أو زمن مربوط بتاريخ أو مربوط بوقت محدد. هذا الحدث أو التاريخ أو الوقت المحدد هو وجود الفئات المستهدفة اللي أنا فعلا بدي أخاطبها تكون متاحة عندي في المكان اللي أنا بدي أنشر فيه الرسالة تبعتي. طيب آخر سؤال، لماذا تعتبر مهمة؟ ليش رسالتي مهمة؟ أنا بدي أوجه رسالتي لأنه والله مهمة لغرض الفئة المستهدفة. لازم أجيب ليش هي مهمة للفئة المستهدفة، وليش هي مهمة بالنسبة لي لصاحب العمل. أنا بالنسبة لصاحب العمل مثلا بدي أنزل التطبيق بأعداد كبيرة، بالنسبة لي صاحب العمل بدي الرسالة تبعتي تحقق الغرض الشرائي، أخليهم هم يشتروا في أو أزيد المبيعات تبعت مين؟ تبعت منتجاتي. فأصبح يجب أن نحدد الهدف والغاية، لماذا هذه الرسالة مهمة، حتى نسعى الى تحقيق هذه الاهميه، او نسعى الى تحقيق هذا هذا الهدف وهذا الغرض. في مثال بسيط في الموضوع هذا، مثلا احنا عندنا الان منتج، هذا المنتج عباره عن ادوات معينه مستهدف فيها فئات الاطفال، نستهدف فيها الاطفال حادثين الولاده. الغرض من هذا المنتج ان انا بدي ابيعه، بدي ازيد مبيعاته. ابني يجي بيقول من هاي بتجيب على من؟ الام الجديده، الام اللي فعلا هي داخله على ميلاد جديد تنتظر مولود لها، وممكن يكون اول مولود
والام الجديده بتكون التول كيت هذه او الادوات تاعتي ابيع لها، لانه هي ما عندها الادوات هذه، بتكون قبل هيك لابنائها ايش السابقين. طيب الرساله الان بوجه لها، بدي اوجه لها انه انا لدي مجموعه ادوات اطفال خاصه يمكن ان تساعدك. انا رسالتي عرض ما لدي من منتج، هذا المنتج بتعرضه باحتياجها، اقولها للام اقول هذه المواد اللي انا امتلكها هي مواد يمكن ان تساعدك. هذه الرساله اين سانشر هذه الرساله؟ ستكون الرساله منشوره او ستنشر الرساله في المنتديات ومجموعات اولياء الامور، اولياء الامور والمجلات الاسريه والمجلات التي لها علاقه بالاسره والام ومنصات التواصل الاجتماعي التي يوجد بها الامهات بكثره. طيب متى ستنشر هذه الرساله؟ ستنشر هذه الرساله مباشره قبل وبعد ميلاد الطفل. اذا احنا الان حددنا الام او حددنا مجتمع الامهات اللي هم فعلا رايحين لميلاد، انا متى الوقت تاع الميلاد قبل وبعد بتيجي الرساله الى لهم. والله حتى ممكن يكون والله الوسط عندي، وهو ممكن نتكلم الواتساب، ممكن نتكلم على وسط الايميل، يعني ما عندي مشكله في موضوع الاين هذا ايش بنسب فيه حتى نصل ونحقق هذا الغرض في الزمن المطلوب. الزمن هو المباشر او الوقت المباشر قبل وبعد ايش حدوث الميلاد. لماذا هذه الرساله مهمه او لماذا هذا المحتوى مهم؟ لان الام في موعدها تحتاج الى مساعده، فانا اذا احضرت التول كيت او الادوات تبعتي عرضتها للام في وقت هي تحتاج للمساعده، وانا اقدم لها هذا المحتوى او اقدم لها هذا المنتج حتى يقوم هذا المنتج بمساعدتها، انا ساعتها بكون انا وصلت اني انا اثر في هذا العميل حتى يتخذ القرار اللي انا بدي اياه، وبكون عندي غايتي او هدفي. لماذا؟ انه انا بدي ازيد مبيعاتي من هذه المنتجات. طيب انا هيك بكون حققت الغرض او تكلمت بالمحتوى اللي فعلا هو موجه للجمهور، وهذا هو المحتوى. اذا احنا اتبعنا هذه الطريقه سنؤثر في جمهورنا وسنكتب محتوى تسويقي مؤثر، وهيك بتكون الطريقه الاولى لكيفيه كتابه المحتوى التسويقي. تابعونا وانتظرونا في الحلقة القادمة نتكلم فيها أكثر عن موضوع الكتابات وطريقة الكتابات سواء أنواعها الصغير أو الكبير. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.